حتى على المستوى أربع قبل أربع سنوات، ويقول ها أنا ذا ديما أنا الأول. وشوفوا إذن مع المصور واحد المصورين التونسيين يقبله ويهنيه، وكان إذن فوز ثمين، فوز كبير، فوز تاريخي للرياضة التونسية وبالتالي للرياضة العربية التي شرفها كأحسن ما يكون، التي مثلها كأحسن ما يكون الملولي في هذا السباق. شوف الناس إذن توجه له التحية وهو معتد بنفسه وفي صورة تذكارية هنا في هايد بارك في هذا المنتجع العالمي المعروف ولندن إذن 2012، تبقى فيها السباحة العربية تعتلي